في حلقة مفرغة من الفساد يدور مطار النجف منذ تأسيسه، مطار دولي يدر ملايين الدولارات سنويا، إلا أن هذه الأموال لا تذهب إلى خزينة الدولة أو ينتفع بها المواطنون العراقيون. هي دوامة لا نهاية لها. للأسف الشديد هذا المطار يعاني من مشاكل قانونية منذ بداية انطلاقه، سواء كان بصيغة الاستثمار. هناك دوامة تذهب بنا بعيدا، أنه عائدية المطار لحد هذه اللحظة مبهمة منذ بداية تأسيسه، ما بين المحافظة وما بين الوزارة وما بين مجلس يدير هذا المطار لأحزاب متنفذة. ريع المطار موزع على الأحزاب المتنفذة. كلمة السر إذن هي الأحزاب والجهات المتنفذة، ما يعني من يملكون النفوذ السياسي بأحزابهم والنفوذ الأمني بميليشياتهم المسلحة. من هنا فإن أي حديث عن محاسبة الفاسدين في الإدارات المتعاقبة على مطار النجف يصبح نوعا من العبث. كثير من المدراء السابقين اتهموا بقضايا فساد، وخاصة مطار النجف كثير من ملفات فساد ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي متورطة بها إدارة المطار وموظفين داخل المطار وسلطة الطيران. سحبت يد عن إدارة المطار السابقة، وكل من بقى موجود داخل المحافظة واللي طلع خارج المحافظة وخارج العراق. سكان النجف باتوا لا يرون أملاً في إصلاح حقيقي أو إنهاء للفساد في مطار مدينتهم، حتى بعد استلام سلطة الطيران المدني لإدارته وتغيير مديره مؤخراً. فالأمر في رأيهم مجرد تغيير لوجوه فاسدة بأخرى ربما تكون أكثر فساداً في ظل تحكم الأحزاب والميليشيات ذاتها في المشهد العراقي. من 16 عام هو مجهول الهوية، وارداته اللي تدخل بملايين دولارات كل سنة من أعرف المتروح ومجهولة الاستخدام، يعني قد تكون الاستخدامات الشخصية أو الحزبية، انه هاي الواردات كلها جات تروح تشي بالخالي بلاش، والنجف ما مستفاده من عندنا. احنا كمواطنين نجفيين كل شيء ما مستفادين من مطار النجف. ويبقى المواطنون في النجف وفي غيرها آملين في انكشاف الغمه وانتهاء عصر الفساد الحكومي والحزبي والنفوذ والتسلط الميليشياوي، وآملين بنيل حقهم في مستقبل ينعمون فيه بحياه كريمه لهم ولابنائهم.